يقول بعض العلماء الذين يدرسون الإنسان ما قبل التاريخ بأن البشر تطوروا من مخلوقات شبيهة بالإنسان وأنها عاشت لأكثر من 4 ملايين سنة، إلا أنه تم اكتشاف بقايا عظام لمئات البشر فقط والتي تعد غير كافية لدراسة تطورهم. لذلك حاول العديد من العلماء دراسة أصل الإنسان عن طريق تحليل الاختلافات في الصفات الوراثية والدم بين القردة والإنسان المعاصر، بسبب اعتمادهم على منهجهم الذي يدعي بانحدار البشر والقردة من جد واحد. كما تشير تحليلاتهم إلى أن أسلاف البشر بدأوا بالتطور في اتجاه مختلف تماماً عن أسلاف الغوريلا والشمبانزي منذ حوالي 7 ملايين سنة مضت، وكلها تحليلات ليست لها أدلة علمية كافية. والإسلام لا يقر النظرية القائلة بأن الإنسان والقرد من جد واحد، حيث حدد القرآن الكريم الصورة الحقيقية لخلق البشر بدءاً من آدم عليه السلام، وأقسم الله تعالى بأنه خلق الإنسان في أحسن شكل وصورة في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كما أنه ذكر حسن الصورة والتصوير في الكثير من الآيات. وقد كرم الله تعالى الإنسان بأن خلقه على أكمل الهيئات وأحسنها، حيث جعل له بصراً وسمعاً وعقلاً وفؤاداً ومنطقاً، وفضله عن سائر المخلوقات. تمكن العلماء من معرفة الكثير عن إنسان ما قبل التاريخ من خلال دراستهم للناس الذين يعيشون في مجتمعات منعزلة وغير صناعية، بالإضافة لدراستهم للأحافير وغيرها من الآثار والبقايا التي تم نقلها إلى المتاحف والمختبرات في العديد من الجامعات لتحديد عمرها، علماً أن هذه الدراسة تأخذ عدة سنوات لأنها من الدراسات الصعبة. ويعتقد بعض العلماء أن أوائل البشر تطوروا من مخلوقات شبيهة بالبشر وتعرف باسم القردة الجنوبية، إلا أنه غير صحيح، لأنه يخالف ما أخبر به القرآن عن أصل الإنسان، كما أنه يخالف الرأي العلمي المحقق. وكشفت دراسة علمية حديثة أن كل البشر ينحدرون من زوجين اثنين دون غيرهما، عاشا ما بين 100 إلى 200 ألف سنة، وهو ما يشكك في نظرية التطور للعالم الإنجليزي شارلز داروين. وقالت صحيفة الديلي ميلو البريطانية بحسب الدراسة العلمية إن هذين الزوجين ارتبطا بعد كارثة كبيرة مسحت كل المخلوقات تقريباً عن الوجود. وأشارت الدراسة التي قامت بها جامعة روكفولر الأمريكية وجامعة بازل السويسرية ونشرت في دورية التطور البشري إلى أن الكارثة الكبيرة وقعت بعد آخر عصر جليدي. وجاءت هذه النتائج إثر دراسة قام بها مجموعة من العلماء للحمض النووي لأكثر من 5 ملايين مخلوق من مختلف الأصول والأنواع بما فيهم البشر. ووجد العالمان ديفيد ثالر ومارك ستوكل أن 9 من 10 من هذه المخلوقات من مختلف الأنواع، وليس البشر وحدهم، ينحدرون من نفس الأصل. وأظهرت الدراسة أن البشر لهم تنوع في الصفات الوراثية أقل من غيرهم من المخلوقات، إذ إن 90% من أصل كل المخلوقات الموجودة على الأرض حالياً بما فيهم البشر يعود إلى آباء أخذوا يتكاثرون في الوقت نفسه تقريباً، وتحديداً قبل أقل من 250 ألف سنة مضت. وهذا يتفق مع قصة سيدنا نوح عليه السلام عندما أمره الله بأن يجمع من كل زوجين اثنين وحملهم جميعاً معه في السفينة عند مجيء الطوفان. وتضيف الديلي ميل أن نتائج هذه الدراسة إن صحت سوف تلقي بالشكوك حول نمط التطور البشري، والذي أسس له العالم الإنجليزي شارلز داروين في نظرية التطور، والمعروفة خطأً بين عامة الناس بأن الإنسان أصله قرد، وأن كل الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة. جدير بالذكر أن الثقافة الإسلامية ترفض الخرافة المنتشرة عن نظرية التطور بأن الإنسان أصله قرد، وتؤكد أن الإنسان حيوان مستقل ناطق عاقل خلقه الله من ماء مهين، وأبونا آدم عليه السلام خلقه الله من طين، فهو حيوان مستقل وأمة من الأمم قائمة وهم بنو آدم. أما الحيوانات الأخرى كالكلاب والقردة والخنازير فهي أمم أخرى. وبعيداً عن حكاية القرد المنسوبة خطأً لنظرية التطور، يستفيد العلماء المسلمون كغيرهم من نتائج هذه النظرية الهامة في العديد من المجالات المهمة، مثل علم الإنسان وعلم اللغات وعلم الوراثة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آرائكم في التعليقات.